هدف التعادل ديال الوداد ديال الكرسي ديال ولد الكرسي ديما كاين ديما موجود، ما تقبلش ليه البيت الاول. او لا 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 ما كاين لا اورجو لا والو، خشالي والناجم كيحط السونتر مزيان والمعلم وليد الكرتي. بيت وار فريمو بيت مخير، يمكن نقول قاريه او عالميه مسجله من طرف وليد الكرتي على مستوى الضربات الراسيه. دونك بيت ديال الكرتي في الدقيقه 130 كاين غير اوموا تكون شي 5 دقائق ديال الطواديسيونيل مع الفار ضيع شي 4 دقائق تقريبا. تصبح النتيجه هدف في مقابل هدف، هكذا كان هذا.